السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل عام وحضراتكم بخير وعام سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله السنة الجاية تكون سنة تحقيق امنيات لكم جميعا. الفيديو دوت انا بعرض فيه انجازات 2021، الموديلات اللي شرحتها على القناة، وفي بعض الموديلات شرحتها على قناة الفنانة لإعادة التدوير. دي كده حاجات بفكركم بيها. كان طبعا الموديلات منوعة، فيها فساتين سواري وفيها عبايات وفيها تشطيبات وفيها سواريهات، وكان فيها برضو طبعا فيها جواكت وبلاطي ولبس شتوي كتير وفساتين بموديلات مختلفة. الحقيقة كنت بجمع فيها حاجات كتيرة قوي، فيها حاجات خاصة بالأطفال. كنت بحاول أنوع في الموديلات ما بين شتوي وصيفي وبلوزات وجيبات وجواكت، ويعني حاجات كتير وحاجات كاجوال. بشكركم يا حبايبي جميعا على دعمكم ليا، انتم اللي بتشجعوني ان انا استمر. حقيقي بشكركم جميعا. بتمنى ان كل حاجة قدمتها لكم تكون نالت اعجابكم، وان انتم تكونوا يعني نفذتوا بعض منها. اسيبكم بقى مع الفيديوهات، وكل عام وحضراتكم بخير، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة في العام الجديد ان شاء الله. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.